ストリングラフィーアンサンブルの水島和恵です。أنا عازفة الخيوط الموسيقية كازوي ميزوشيما، والآلة التي اخترعتها لأعزف عليها عبارة عن خيوط صوفية عادية أطليها ببعض المواد اللزجة لتصبح كالأوتار الموسيقية، وأستخدم قفازات قطنية لأهز الأوتار تماماً مثل عصا الكمان، ثم أمرر يدي على الخيوط بشكل طولي لأولد اهتزازات مشابهة لاهتزازات أوتار الكمان، وتصل الاهتزازات إلى كؤوس كرتونية لتقوم بعمل مكبرات الصوت. يمكن عزف أي مقطوعة موسيقية باستخدام هذه الخيوط، لكن الأمر يحتاج للتدريب جيداً، وقد عزفت مع فرقة أكثر من 100 معزوفة حتى الآن، وكلما زرنا بلداً لنقدم عروضنا نتدرب على معزوفات جديدة خاصة بذلك البلد، وأحياناً نعزف مقطوعات موسيقية لأفلام الكرتون التي يحبها الأطفال. بعد 10 سنوات من العزف على الخيوط بدأت أفكر بأني كما أطوع الخيوط لتصدر النغمة والصوت الذي أريده، يجب أن أترك لتلك الخيوط أن تحدد هي الصوت الذي تريد أن تصدره. فبدأنا بصنع آلات الخيوط بأحجام وقياسات مختلفة، وكان كل خيط يصدر صوتاً مختلفاً، فأحياناً يمكن أن يشبه صوت الديك، وأحياناً أخرى صوت الطبل، وأصواتاً أخرى غريبة ومسلية. وقد بدأت بتعليم الأطفال هذه الطريقة، وهدفي هو تحفيزهم على الابتكار وإطلاق العنان لمخيلتهم ليبتدعوا أفكاراً أصيلة خاصة بهم. وهذا التواصل مع آلات الخيوط البسيطة يساعد الأطفال على التحرر من الارتباط بالكمبيوتر والآلات الرقمية التي أصبحت تحيط بنا من كل جانب، ويمكن للأطفال حينها أن تنفتح أعينهم على أمور وأحاسيس جديدة. كانت أصوات آلاتي غريبة لكنها ممتعة جداً. صنعت آلة خيوط موسيقية صغيرة بنفسي وأصدرت أصوات مختلفة وجميلة. شارك أطفال من مختلف الأعمار وكانت ورشة العمل ناجحة جداً، فقد صمم الأطفال الكثير من الآلات الجميلة ولونوها بأنفسهم، وآمل أن يواصلوا استخدامها عندما يعودون إلى منازلهم، وأن يبتكروا أصواتاً ومعزوفات جميلة خاصة بهم. وأنا سعيدة جداً لأن آلة الخيوط الموسيقية أثبتت أنها وسيلة ممتازة للتواصل مع الأطفال، وأتمنى أن أكون زرعت حب الموسيقى والابتكار في نفوسهم.